بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض الجزئية الخاصة بالكاينيتكس في منهج الداينامكس لطلبة إعدادي هندسة. بنتكلم على الورك والإنرجي كونسبت المستخدم في حل المسائل الخاصة بالداينامكس والأجسام المتحركة بسرعات منتظمة وغير منتظمة. بنتكلم على مسألة رقم 14 21 في منهج في مرجع هبلر داينامكس الإصدار رقم 14. المسألة دي بتقول لك إن أنت عندك الشكل ده موجود، في سيرفس شبه الهرم كده محطوط عليه ريجيد بادي من هنا، ومحطوط عليه من هنا الناحية التانية برضو ريجيد بادي، والأجسام دي متصلة. هنا بيبقى فيه زي تعليق كده وبكرة، وهنا في بكرة، والبكرة دي مرتبطة بالبكرة دي، وبعد كده متعلقة هنا ب كانتليفر داخله في الحيطه عادي زي القلم ده كده، ومتعلق في اخره البكره. بنتكلم على الخيط هنا، البلوك دي سميناها البلوك A، البلوك دي سميناها البلوك B. بنتكلم على ان الزاويه دي بتساوي 60 درجه والزاويه دي بتساوي 30 درجه. طيب بيقول ايه؟ بيقول لي determine the velocity of the 60 bound block A. يبقى انت بتتكلم من البلوك A الويت بتاعها، الويت الخاص ببلوك A بيساوي 60 باوند، والويت الخاص ببلوك B بيساوي 40 باوند. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاوزان ديت انا كنت ماسكها بايدي كده، وبالتالي ما كانتش بتتحرك. اول ما سبتها وتحركت from rest، يعني السرعه بتاعتها الانيشال بتساوي 0، يعني الكاينيتيك انرجي VA نود زائد VB او بتساوي ال VB نود بتساوي 0. بنتكلم على ان انا بعد ما كنت ماسكها هنا دي 60 ودي ال 40، فبطبيعه الحال اول ما اسيبهم ال 60 دي هتنزل لتحت كده شويه وال 40 هتطلع لفوق شويه. فهو بيقول لي ان البلوك B اتحركت 2 فيت اب، فاقدر اقول ان انا عندي هنا ال SB ك displacement بتساوي 2 feet up. طيب هو عايز هنا بيقول لي ال kinetic friction coefficient. قال لي في friction بتساوي kinetic friction coefficient زي ما احنا حكينا عنه قبل كده في الجزئية الخاصة بالforces، الفرق بين ال static friction coefficient وال kinetic friction coefficient. فانت بتتكلم هنا ان انت عندك kinetic friction coefficient بيساوي 1/10. اول ما بنشوف مساله زي دي بنبدا نتطرق للقوى او الانرجيز، اسف، اللي موجوده جوه السيستم، والورك اسمه الانرجي اند ورك سيستم. والورك ده بيبذل عن طريق فورسز، الفورسز هي اللي بتبذل ورك، لان انت لو انت ماسك القلم ده وزقيته في الاتجاه ده بالمسافه دي، فانت زقيته بقوه معينه، القوه دي اتغلبت على الفريكشن، وبالتالي القوة بذلت ورك. المقدار بتاعه عبارة عن قيمة القوة دي مضروب في المسافة اللي القلم اتحركها في اتجاه الحركة. لو القوة دي مش في اتجاه الحركة فبتبدأ تضرب في كوزين او في ساين، تحللها في اتجاه الحركة عشان تبدأ تجيب الورك اللي القوة دي عملته في اتجاه الحركة. طيب انت بتتكلم هنا على التمييز ما بين حاجات مهمة أو. الحاجات دي بتقولك ان انت لما بتدرك ان السيستم اللي عندك فيه فريكشن او فيه سبرينج، فغالبا كده انت هتبدا تتعامل مع كاينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي وورك. المساله اللي فاتت كنا بنتعامل مع الكاينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي بس، هنا هنبدا نتعامل مع الورك. فلما انت بتتكلم على ان انت خلاص عرفت ان المساله بتاعتك فيها وورك، بتبدا ترسم الفري بودي دايجرام بتاع كل جسم عندك عشان تبدا تجيب ايه هي الفورسز اللي هتعمل ورك، وتبدا تحللها في اتجاه الحركه فتبدا تجيب الورك ده قيمته عامله ازاي. لو احنا جينا نتكلم على الجسم ايه، نبدا نقول ان الوزن بتاعه نازل لتحت كده اسمه الويت ايه، واتجاه الحركه بتاع ايه زي ما قلنا لتحت، فده اتجاه الحركه بتاعي، هيبدا يتحرك بسرعه مثلا في ايه. فهبدأ اقول ان انا عندي الوزن زي ما احنا اتعودنا
الاتجاه بتاعه مش نفس اتجاه الحركه، فابدا احلله في اتجاه الحركه واقول ان انا عندي هنا W A كوزاين ثيتا، وابدا اقول ان الزاويه دي عندي هي ثيتا، الزاويه دي هي ثيتا، وابدا اقول هنا W A ساين ثيتا، وابدا اشيل الويت خالص عشان ما يلخبطنيش. عايز اشوف الثيتا دي بتساوي كام من الدايجرام دوت. لو جيت حطيت هنا دوت الاتجاه الفيرتيكال ودوت هنا الاتجاه الهوريزونتال، فلقيت ان الزاويه ما بين الهوريزونتال الفيرتيكال والاتجاه المايل ده بتساوي ثيتا، هلاقيها هي هي الزاويه ما بين الهوريزونتال والاتجاه المايل ده، هلاقيها الزاويه المكمله ليها، لان انا لو جيت اخدت المثلث ده وجبته هنا كده ومديت دي هنا كده شويه، هلاقي الزاويه دي قائمه، الزاويه دي 60، الزاويه دي 60، اسف القلم، الزاويه دي 60، اذا الزاويه اللي هنا دي 60، اذا الثيتا هتبقى بتساوي 30 درجه، فابدا اقول هنا ان انا عندي الثيتا بتساوي 30 درجه. الفورسز الثانيه اللي بتاثر على الجسم ده هي اكيد قوه الفريكشن في عكس اتجاه الحركه، فابدا اقول هنا ان انا عندي حاجه اسمها اف اي. ومادام في قوه، مادام في حاجه جسم قاعد على حاجه، فلازم الحاجه دي او القعده هتاثر على الجسم ده بقوه رد فعل عشان ما يبداش الجسم يقع. فابدا اقول ان انا عندي هنا في الاتجاه دوت في حاجه اسمها ان اي او رد فعل الجسم الفيرتيكال. طيب في هنا قوة تانية احنا ما خدناش بالنا منها، الا وهي قوة الشد في الحبل. وهنلاقي هنا ان انت عندك هنا في هنا قوة الشد في الحبل هتبقى بتساوي 2 تي، لان انت لو جيت تشوف الحبل بتاعك الاتزان بتاعه يبقى عامل ازاي، فهتلاقي ان الجسم ده مشدود لتحت بيمشي لتحت، الحبل بيشده لفوق بقوة اسمها 2 تي في الاتجاه ده، هنا واحدة تي هنا واحدة تي هنا، عشان في الاخر التي دي تبقى بتساوي التي دي اللي هي هتبدا ترفع البي في الاتجاه ده، ويبدا هنا عندي في تي جايه من السبورت بتاعي، ويبقى عندي هنا في حاجه اسمها رد الفعل الخاص بالسبورت دوت في الاتجاه الفيرتيكال. بس هنا انا بدرس الجسم ايه، يبقى القوة المؤثرة على الجسم ايه هي 2 تي وان ايه والويت بالتو كومبوننت بتاعته والاف ايه. طيب بعد ما برسم الفري بودي دايجرام بتاع الجسم بتاعي، ببدا احدد ايه هي الفورسز اللي هتبذل وورك اثناء ما الجسم شغال. والفورسز دي عشان انا ابدا احددها ببدا اكمل المساله وارسم بي، وبعد كده ارسم الفري بودي دايجرام بتاع الجسم ككل عشان ابدا اشوف ايه هي القوة اللي هتعمل لي وورك بتبان في الفري بودي دايجرام بتاع الجسم ككل او بتاع السيستم ككل. طيب لو انا جيت هنا ارسم البي فري بودي دايجرام بتاع بي، فهلاقي ان اتجاه الحركه بتاعه لفوق، خلينا بس نعمل خط كده عشان الدنيا ما تتلخبطش، عندنا هنا ده A وده B، هلاقي ان اتجاه الحركة بتاعته لفوق، الوزن بتاعه لتحت W B، هبدأ اشيله برضو احلله في اتجاه الحركة هنا W B كوزاين الفا مثلا، سمي الزاوية دي الفا، اشيله من هنا وابدأ احط الكومبوننت التانية بتاعت الوزن ساين الفا، وابدأ اشوف الفا دي بتساوي كام. عندي سيتا كانت بتساوي 30 درجة، الفا دي الزاوية ما بين دوت والفيرتيكال، فهلاقي ان هي بتساوي 60 درجة من الجيومتري، فابدأ اقول ان انا عندي هنا الالفا بتساوي 60 درجة. بعد كده الجسم ده بيتحرك لفوق، فهيبدأ تأثر عليه قوة فريكشن لتحت، ببدأ اشوف كل القوة المؤثرة على الجسم. عندي قوة الشد اللي هترفعه لفوق اصلا اللي هي بتساوي تي، وبطبيعة الحال الجسم ده قاعد على الجسم المايل، فالجسم المايل هيأثر عليه بقوة رد فعل اسمها ان بي. طيب دوت الفري بودي دايجرام بتاع الاي بتاع البي. طيب تعال نرسم الفري بودي دايجرام بتاع السيستم ككل. فنبدا نقول ان احنا هنا عندنا
نبدأ نقول ان احنا هنا عندنا ال W، نعمل خط كده، نبدأ نقول ان احنا عندنا هنا ال W A كوزاين سيتا، وعندنا هنا ال W A ساين سيتا، عندنا هنا ال N A. ممكن امسح الحاجات دي عشان ما تلخبطنيش. عندنا هنا N A، نفس الكلام بالنسبة ل B، همسح الزوايا ديت. نفس الكلام بالنسبة ل B، عندي هنا W B كوزاين ألفا، وهنا W B ساين ألفا. بتبدأ ترسم قوة الفريكشن بتاعتك، الجسم ده يتحرك لفوق إذا الفريكشن بتاعه F B، الجسم ده يتحرك لتحت إذا الفريكشن بتاعه ال F A. تمام، بتتكلم هنا على قوة رد الفعل N B والشد في الحبل T. هنا لابد ان انت تدرك معلومتين مهمين اوي. المعلومة الاولانية، القوة التي تمثل رد فعل لا تبذل work. يعني ايه؟ يعني القوة اللي ناتجة نتيجة التثبيت بتاع السيستم في مكانه دي ما بتعملش work. زي ايه هنا؟ زي قوة رد الفعل الناتجة نتيجة الوزن، ان الجسم ده قاعد هنا ففي ان بي ما بتعملش work، نعمل عليها اكس. في هنا ان اي ما بتعملش وورك، لان دي قوة رد الفعل بتاعت الارض على الجسم، وبالتالي قوة رد الفعل دي زي ما انا ماسك او قاعد على الترابيزة دي بايدي بدوس عليها فهي بتبذل رد فعل عليا لنا، ولا هي بنتحرك، اذا الديسبليسمنت عندي بصفر وبالتالي الورك بصفر، لان الورك بيساوي الفورس في الديسبليسمنت. نفس الكلام